طيب انت انتم تحشون على موضعيه النازحين. نعم. وضعيه النازحين الله وكيلك ومحمد كفيلك كلها ايران وقاسم سليماني ما يقبل بالنازحين يرجعون، هي الحكومه الموجوده هسه تاخذ اوامر من ايران. طيب رات لها يا اخي بريد روح للقاضي وتعال، انت من الجاي يحكم العراق؟ جاي يحكم العراق ايران، جاي يحكم العراق قاسم سليماني. هو هذا مؤامره من البدايه للنهايه سووها على العالم وبرمجوها وكملوها. وانا اقول لك النازحين ايران قاسم سليماني ما يقبل يرجع، هذا الحكي كله احكي لك اياه الله وكيلك ومحمد. ابو نزار بنظرك ليش؟ خيّة إيران هي تحبك، إيران هي عدوة لك، إيران مكسرت خشمها 8 سنين، إيران شو تدور وراك بعد؟ تدور وراك تسويك بخير صحتك؟ لو هي البهذلتك يا حبيبي يا أسد يا بعد روحي ما يراد لفر الشي هذا. إيران اللي دمرت العراق تدمير كامل، وهي النازحين كلها من وراء إيران، حتى السياسيين الموجودين مال عمامنا ابناء العامه الى ما راحوا تلوقوا وصاروا الايران اما يبقون وما بهم كل فائده ولا بهم كل حق. هذا اقول لك انت خوي تدري، انت خوي تدري سليم سليم من جاء رئيس برلمان من رادوا يوخرونه، الشيخه اجى شيخه سليم اجى قال له وخر وما رضى يوخر. نعم. قال له انا اخذت امر من 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 قاسم سليماني او وزير شو اسمه هذا وزير الداخليه شو اسمه مالتهم هذا سفير السفاره وزير السفاره، قال انا اخذت من عنده امر ارجع وراح لايران وايران رجعته وخروا العبيدي وزير الدفاع. انت يا اخي ترى هي مو برد شيء مضموم شيء مكشوف يا حبيبي يا اسف.